الشعب وفايق بلغ تغلط، والمجاهدين اللي بقوا حيين وشكتوا في هذه القضية ومثلا كومبليس كومبليس في القضية المجاهدين الحقانيين اللي خلوا 800 ألف حركي قومية دنيا هنا يشدين البلاد وداروا المكواط مجاهدين، هذه يتحسبوا عليها باسكو ما سكتوا. هذا الملف على محلوش تاع المجاهدين مزيفين تاع التاريخ وخانوا الشهداء، خيانة خيانة المجاهدين. أنا دخلت أربع خطرات في الحبس ما داروا لي ني أفوكا وقالوا لي اسكت خلينا نخدمه المنظمة وزارة المجاهدين، ومجاهدين أعطيت لهم ملفات. شكون هما المجاهدين؟ أعطيت لهم كيما الأخضر بورقعة، أعطيتهم ملف وسكت، وأعطيت كاع للمنظمات اللي زيستوريك دو لا ريفوليسيون، كاع أعطيت لهم ملفات يعرفوني. ما هدروش. كاع سكتوا. ما هدروش. كاع سكتوا. هذه خيانة للتاريخ.